كابتن شحتة يعني كنت موجود ضمن منتخب أفريقيا وشاركت وسافرت البرازيل وسافرت المكسيك ولعبت برضو مع منتخب أفريقيا وقتها. تفتكر يعني مين النجوم اللي كانت موجودة في منتخب أفريقيا؟ منتخب أفريقيا احنا نقوا ثلاثة من مصر. العبد لله كنت موجود، وهاني مصطفى، وحارس مرمى بتاعت ترسانة حسن علي. حسن علي طالع معانا، هو برضو طويل وكان بيطلع يشيل الكورة من المقصات. يعني احنا قعدنا في السنغال 20 يوم، قعدنا نعرف بعض بقى الأفارقة. وجاء الكابتن محمود الخطيب هنا مرة قال لي ايه ده، ده لعيب كبير قوي والله. كان لعيب بوكو. فكانت فرقة احنا بنفهم بعض بقى واللغات والبتاع. وقعدنا 20 يوم وهنطلع بقى ايه على البرازيل، هنعدي المحيط الأطلنطي 8 ساعات عشان توصل لغاية هناك. فروحنا البرازيل في حاجة الكنيسة المعلقة، ورهانا برضو الطيار، وبعدين راح على الاستاد. استاد ماريكانا بتاع 250 ألف متفرج، وإيه يعني ونجوم العالم كلها في المباراة دي. والنجوم العالم وأسانسيرات تطلع فوق في المدرجات، حاجة جميلة يعني. فاحنا وقعنا في ايه؟ في مجموعات بقى. احنا وقعنا معانا الارجنتين وفرنسا وكولومبيا ومنتخب امريكا الوسطى ومنتخب افريقيا. فاحنا لعبنا بقى بعد المسيره الرائعه والمشوار الطويل ده في الملاعب، جه بقى وقت الاعتزال يا كابتن شحتة. كان مباراه اعتزالك ما بين الاهلي والاتحاد، قول لنا بقى حكايه الاعتزال. خلاص بقى بطلت بقى الكوره فروحت النادي الاهلي. ورحت كلمت وانا داخل على الباب، قلت له الكابتن صالح جوه؟ صالح سليم قال لي العربيه بتاعته اهي. طب بس نبلغه ان احنا هيخش لك مين؟ ما كان معايا احمد يعقوب، ده كان زميلي برضو ورايحين له. فدخلنا، لما دخلنا ساب، كان في اجتماع مجلس اداره، استأذن منهم وراح داخل في الاوضه بتاعته. ايه خير في ايه؟ قلت له انا خلاص بس عايز اعمل اعتزال، لما يبقى الاعتزال بالنادي الاهلي يبقى كويس قوي. قال لي خلاص ده احنا نفرح بيكم. طبعا ده كان رد الكابتن صالح. يعني هنجي لك ما تقلقش. قلت له خلاص متشكرين جدا جدا. كويس. المهم نزلنا بقى نوضب بقى المباراة. لما وضبنا المباراة قوي، طبعا في فندق عند سان ستيفانو عشان يبقى هو جاي النادي الاهلي. انا بدماغي يعني صعيدي دماغه ايه اللي حصل؟ اللي حصل ايه بقى؟ انا عاملها عيد اسكندرية في الثورة ايه؟ في 23 يوليو وفي 26 يوليو. طيب يا ابني السقه ده، هو قاعد يقول لي وبعت لي واحد قال لي ايه ده يعني ايه 26 يوليو دي؟ التلفزيون كله هيشوف عيد اسكندريه. ومش هيتذاع الماتش بتاعك. هو خايف على يعني الجمهور وقتها والتلفزيون والعائد بتاع المباراه. يعني ده تفكير الكابتن صالح. فتعامل يا جماعه ده ايه ده، دماغه ناشفه ليه ده؟ قال هي 26 يوليو. 26 يوليو في ناس جت، بس في التلفزيون ما تزعش مزعتش. التلفزيون شايف الثورة والبتاع عيد 26 يوليو. قلت خلاص مش مهم. بس في فنانين حضروا في المباراة، وكان أبرزهم الفنان صلاح منصور وقتها، وكان قاعد في الملعب وقتها في التراك. بس الإيراد نفسه ما جاش،
وانا بحب ايه بقى، جايب مدحت صالح ايوه المطرب، وعامل في عامل حفل حفله في النادي في نادي الاتحاد، وجايب الموسيقى جاب مدحت صالح، وكان في مدرج ام كلثوم. قلت لهم ما في ولا تذكره تخش ولا فلوس، يخشوا ببلاش حبا في جمهور الاتحاد. اه والله اه